استعداداتنا بتبدي من الأندية طبعاً، بداية الموسم الجديد بدأ في شهر 2 بعد كأس العالم الأخير في مصر. بدأنا استعداداتنا في الإعداد البدني يكون قريب كلش، يمكن تقريباً مدة أسبوع للموسم. فبعد الموسم إن شاء الله بعد بطولة الكأس راح يكون استعداد الفعلي للمنتخب، راح يكون في إعداد بدني ممكن مع المعدل البدني، وراح يوصل المدرب في شهر رمضان ممكن، فراح يكون الاستعداد الفعلي مع المدرب، وإن شاء الله الله يوفقنا في هذا الجانب. شعور كل يوم تحلم فيه، كل يوم تحب إن أنت تتوقع شنو راح يصير هناك، خصوصاً أنت ما بتشوف فقط لاعبين من نفس لعبتك الرياضية، بتشوف أبطال العالم في جميع الرياضات، سواء كانت كرة القدم، كرة السلة، وخصوصاً لاعبين الـ NBA ما يجون يشاركون لفقط في هذه اللعبة، ما يشاركون في مسابقات أخرى، حتى كأس العالم ما يشاركون فيها، فتكون حلم إن أنت تشوفها في الحقيقة. فهذا شعور يمكن ما ينوصف لو أنا بقول لك في دقيقة ولا دقيقتين، شيء ما تقدر تتوقع. الإنجاز اللي أنا أطمح إليه في طوكيو، أولاً هو وصولك إلى البطولة هو إنجاز. أنت من أفضل 12 منتخب في العالم في لعبة كرة اليد تواجد في هذه البطولة. وثاني إنجاز أنت تتمنى أوصل إليه اللي هو تحقيق مركز يشرف المملكة في هذه البطولة العالمية. وعلى صعيدي الشخصي ان انا اقدم افضل ما يمكن حق هذا البلد. دعم اللجنه الاولمبيه واتحاد اليد دعم لا محدود، على طول يكونون واقفين ويانا في المره قبل الحلوه، تشوفهم ساندين الينا معنويا بدنيا نفسيا، يجهزون الينا افضل الاشخاص والمعدين البدنيين والنفسيين والمدربين حق المنتخب. فهذا تشوفه فخر ان انت تكون ضمن هذه اللجنه، والله عضو في لجنه أولمبية والله في اتحاد اليد. My name is Vladimir Suarez Felipe and specialist in sport medicine. I'm here and working in the physical performance laboratory for to know what is the physical condition of the all athletes. Here we can do many kind of the tests for to know the level of the preparation. For example, we start with a body composition test with the athlete for to know what is the weight, what is the muscle percent, what is the fat percent. After that, we can do the electrocardiogram test for to know what is the condition of the heart, to know if the athlete is ready for to do the VO2max test. The VO2max test is another kind of a test that I do here with the gas analyzer device. This kind of the test is very, very important because I can know what is the aerobic capacity, aerobic power, the different training zone of these athletes. And this information is very, very important for the coach for to improve the performance during the preparation. And now the test, of course, is more important for the athletes that will go to the Olympic Games to Tokyo. And this is the objective of the test, to do of the laboratory, to know what is the physical condition of the all athletes.